فبالتالي اللي بيشتغل في الفيلد بيتعلم بنفسه، بياخد خبرة الأول، بيحتاج إن هو يقرأ، بيبقى عنده باك جراوند. فأنت لو داخل المجال وعندك باك جراوند كويسة بتفرق معاك جدا، بتبقى متميز عن غيرك يعني. تمام. مبدئيا احنا طبعا عشان الكونكشن بتاعت الانترنت، فاحنا طبعا انا هعمل شير للبرزنتيشن دلوقتي، ويا ريت زي ما الناس عامله كده كل المايكات تبقى ميوتد، بحيث ان ايه يعني ما يبقاش فيه يعني تكرار للكلام. ولو اي حد في اي وقت محتاج ان هو يسأل اي حاجه، في اوبشن عندك اسمه ريز هاند، وساعتها ممكن تفتح المايك وتسأل، مفيش مشكله يعني. تمام. هنعمل شير بقى للسكرين. هل كده ظهر عند الناس كلها البرزنتيشن يا جماعة؟ حد بس يأكد معايا. هل ظهر عند حد برزنتيشن دلوقتي؟ ايوه، ظاهر انسترومنتيشن من الكورس. تمام. طيب طيب ان شاء الله في الانسترومنتيشن الميني كورس بتاعنا هنتكلم زي ما قلنا على فور توبكس او فور سيشنز. هنحاول فيها كده ان شاء الله ناخد فكره كويسه عن الموضوع. زي ما قلنا ان الموضوع بتاع الانسترومنتيشن هو فيلد كبير. هنعرف دلوقتي ايه الفرق بين انسترومنتيشن وبين كنترول سيستمز، وايه الربط ما بينهم، و definition بتاع control system، ويعني ايه اصلا instrumentation، وده السؤال الاهم يعني الحته اللي عايزين نفهمها بالظبط. فان شاء الله النهارده هنتكلم على الكونسيبت بتاع process control، والديتيلز بتاعه الترانسديوسرز والسنسورز والترانسميترز، يعني ايه الفرق بين الكونفشنال ترانسميتر والسمارت ترانسميتر. ان شاء الله المحاضره اللي بعدها هيبقى في جزء خاص بالبروسيس ميجرمنت، سواء البريشر او ليفل ات تمبريتشر، او البريشر والليفل والتمبريتشر او الفلو، الاربعه الاساسيين الميجرنج الاساسيين موجودين عندي في البروسيس. وبعد كده السيشن اللي بعدها هتبقى عن الكنترول فالفز، هناخد فيها فكره ان شاء الله كده كويسه عن الفانكشن بتاع الكنترول فالفز، سواء بقى الفالف بودي، الاكتويتورز، البوزيشنرز، الكلام ده. واخر محاضره هتبقى انتروداكشن للديستريبيوتد كنترول سيستم او دي سي اس. يعني ايه دي سي اس اصلا، وايه الفرق بين البي ال سي والدي سي اس، وحاجه زي السكادا، مصطلحات كلها بنسمعها او بنسمع عنها في الفيلد الاندستريال، بحيث في الاخر يبقى نحاول ان احنا ايه نطلع بحاجه كويسه ان شاء الله. فمبدئيا قبل ما نخش في الجزء بتاعنا، المحاضره بتاعت النهارده هيبقى فيها جزء انتروداكشن في الاول، والديفينيشن بتاعت البروس كنترول، والبيزك اليمنت كنترول لوب، والاوبن لوب وكلوزد لوب، سنسورز اند ترانسديوسرز، والستاندرد انسترومنت سيجنالز، والسمارت ترانسميتر. اي حد في اي وقت محتاج ان هو يسال يا ريت يعمل ريز هاند ويتكلم. المناقشات في الموضوع بتبقى لطيفه برضه، بحيث ان احنا ايه نحاول نستفيد على قد ما نقدر مع بعض. تمام. طيب طبعا كلنا بشكل او باخر في الكليه، اعتقد انا مش عارف، هل اعتقد الناس معظمها تخصص كهرباء، سواء بقى تخصص كهرباء او تخصص ميكاترونكس، في ناس بتبقى ميكانيكا، ايا كان الميجر بتاعك، في الاخر بشكل او باخر اتعرضت للميجرمنت في الدراسه بتاعتك بشكل او باخر. فالميجرمنت بيبقى المقصود بيها ان انت بتعمل سيت اب معين او سيستم، ميجرمنت سيستم يعني. السيت اب ده الغرض منه ان انت تعمل تطلع اوتبوت ل قياسات معينه بستاندرد معين او بطريقه معينه عن طريق تولز معينه في الاخر، عشان تعملها ريكورد بشكل معين. تمام. في الاخر الريكورد اللي انت بتعمله ده انت بتحتفظ بيه، وبيتم القياس في الوقت اللي انت بتشتغل عليه وخلاص. انما الانسترومنتيشن بقى هو دنيا مختلفه شويه، ان انت محتاج تعمل ميجرمنت، ومحتاج تعمل كمان كونتينيوس ترانسميشن، او بمعنى اصح الداتا اللي انت بتقيسها
دي محتاج ان انت تنقلها لحاجه اسمها كنترول سيستم، نظام تحكم. فهنا الـ بيبقى عندي المصنع، اي مصنع في الدنيا بيبقى جزئين اساسيين، الجزء الاولاني بيبقى جزء الفيلد سايد، والجزء الثاني بيبقى السيستم سايد. تمام؟ في الفيلد سايد سعادتك المفروض ده البروسيس الفعليه، بروسيس مقصود بيها مجموعه من المعدات equipments، عندك مثلا البويلر، عندك مجموعه من الفيسلز فيها الانتراكشن اللي بيحصل او الكيميكال رياكشن اللي بيحصل بين الماتيريالز المختلفه، لان انت في الاخر الغرض من المصنع ان انت عندك رو ماتيريال معينه عايز تحولها لفاينل برودكت. عمليه التحويل دي بتتم على مراحل، تمام؟ المراحل دي بتبقى متقسمه لمجموعه من اليونتس، تمام؟ فكل يونت من دول المفروض ان ليها فانكشن معينه، فانت عشان تتاكد ان اليونت دي بتقوم الفانكشن بتاعتها بشكل مظبوط، فسعادتك بتعمل مونيتورنج وكنترول. مونيتورنج ان انت بتراقب العمليه التشغيليه عشان تتاكد ان هي شغاله بشكل صحيح، وفي نفس الوقت بيبقى في كنترول سيستم بقى بياخد الداتا اللي جايه بالفيلد دي كانبوتس ليه، ويبدا على اساسها بناء على الديزاين بتاعه او بناء على شكله زي ما هنشوف بيعمل كومباريزون للداتا اللي جايه له بحاجه اسمها ريفرنس. سعادتك مثلا عايز الحراره في نقطه معينه مثلا 100 درجه او 150 درجه، فانت دايما محتاج ان الفيسل دي ده او الهيت اكسشينجر ده تبقى الحراره اللي طالعه منه الاوتبوت مثلا تمبريتشر مثلا بتاعته 150 درجه، خلاص؟ فمش هينفع ان الراجل الاوبريتور هيجي عند كل نقطه في المصنع وهيقعد يعمل لها مانوال سيتنج، يعني هيقعد ايه يزود كميه يقلل كميه بحيث انه ايه يخلي الحراره في القيمه اللي هي البروسيس محتاجاها. فعشان كده بيبقى عندي اوتوميشن او اوتوميتد كنترول سيستم، وظيفته ان هو سعادتك مجرد بتديله ريفرنس القيمه اللي انت عايزها بس، وهو بيفضل طول الوقت شغال اوتوماتيك. فبالتالي على اساس الديفينيشن ده انا برجع اقول ايه، الانسترومنتيشن از ذا ساينس اوف اوتوميتد ميجرمنت اند كنترول. يعني انا في الاصل ان انا بعمل ميجرمنت بقيس الحاجه اللي انا اللي موجوده عندي على حسب بقى ما البروسيس تحتاج، على حسب حاجه اسمها اوبريتنج مانوال. في الاخر المصنع ده عشان يشتغل معروف ان هو محتاج 1 2 3 4، محتاج ان انا اعمل له قياسات في نقط معينه. القياسات دي بعد ما بحصل عليها بنقلها بقى من الفيلد للكنترول سيستم. كنترول سيستم بيبقى موجود في نفس المصنع بس في حاجه اسمها نون هازارد اريا، يعني في مبنى منفصل بيبقى في الغالب اير كونديشند في التكييف، عشان طبعا ده كله عباره عن الكترونيك كاردز والكترونيك كومبوننت، فمحتاج ان انا احافظ عليها في انفايرمنت كويسه. فبالتالي لازم يحصل ترانسميشن بقى، الداتا اللي سعادتك قستها محتاج انت تنقلها، فطبيعي ان انت لما بتنقلها عموما في الكوميونيكيشن او في السيجنالز يعني عندي يا اما وايرد كوميونيكيشن يا اما وايرلس كوميونيكيشن، وعلى اساس كده بقدر اقول ان في حاجه اسمها وايرلس انسترومنت وايرد انسترومنت، او اللي هي الانسترومنت العاديه اللي هي بتتوصل بتو وايرز او 3 وايرز او 4 وايرز ايا كان نوعها. في الاخر كده سعادتك قدرت انت تربط الفيلد بالسيستم. السيستم بقى دوره ان هو بيبقى فيه بقى اللوجيك البروجرامنج اللي انت المفروض انه دوره انه ياخد الانبوتس اللي جايه دي يعمل كالكوليشنز معينه بناء على البروجرامنج بتاعه، وعلى اساس كده وعلى اساس البروجرامنج بتاعه هيبدا يعمل حاجه اسمها ديسيشن. الديسيشن ده بيبقى اوتبوت، لان انا زي ما اخدت الانبوتس من البروسيس محتاج ان انا اطلع اوتبوتس للبروسيس. الاوتبوت للبروسيس ده لازم يكون حاجه فيزيكال، صح؟ يعني مثال احنا قلنا ان انا عايز احافظ على الحراره مثلا 150 درجه، تخيل ان الحراره دي بقت 170 درجه وانا عايزها 150 درجه، فساعتها لازم يكون عندي حاجه بتقدر تعمل كولينج داون للتمبريتشر في وقت معين عن طريق ان هي بتقلل الحراره من 170 ل 150، صح؟ ولو الحراره عندي 110 فلازم حاجه تعمل هيتنج اب بحيث ان انا في الاخر امنتين الفيزيكال كوانتيتي بتاعتي اللي هي في الحاله دي التمبريتشر حوالين ديزايرد ايه؟ ديزايرد فاليو او حاجه اسمها سيت بوينت زي ما هنشوف، تمام؟ ده ببساطه كده الايه القصه. طيب الميجر بتاعنا اسمه انسترومنتيشن اند كنترول سيستم، اي ان سي. اي ان سي مقصود فيه ان انت سعادتك المفروض ان انت بتشتغل في الفيلد لو انت انسترومنت فيلد انجينير، او بتشتغل في السيستم لو انت كنترول سيستم انجينير، او بتشتغل في الاثنين. فبالتالي لازم بيبقى عندك نوليدج واكسبيرينس في الفيلد
ان انت بتعرف الاجهزه اللي راكبه دي على الاماكن المختلفه ايه الثيري اوف اوبريشن بتاعتها، هي شغاله ازاي، ازاي بعد ما عرفت الثيري اوف اوبريشن بتاعتها اعمل لها ماونتنج وديسماونتنج ازاي، افكها واركبها ازاي، اقدر اعمل لها كونفيجريشن ازاي، اقدر اكونكت عليها، اقدر اعمل لها حاجه اسمها كاليبريشن، هنشوفها حته الكاليبريشن دي، اقدر في نفس الوقت اعمل لها حاجه اسمها مينتننس اند ترابل شوتنج، اعمل لها صيانه وترابل شوت لو في مشكله ما في قراءه الترانسميتر، لان في الاخر اي انسترومنت او اي ترانسميتر عندي حصلت فيه مشكله، ده بالنسبه لي جزء عندي اتفقد انفورميشن انا فقدتها، فلازم الانفورميشن دي تبقى كونتينيوسلي فيدد انتو ذا كنترول سيستم، لان في الاخر هي بت ايه بت اكومبلش سيرتن كنترول فيلوسفي، يعني لازم يحصل كنترول في النقطة دي بالشكل الفلاني، فلازم يبقى عندي انبوت عشان اعرف اطلع اوتبوت منطقي. اي كنترول سيستم في الدنيا ابتداء بقى من المايكرو كنترولر لغاية المايكرو بروسيسور لغاية الكنترول سيستم البي ال سيز مثلا او السكادا، في الاخر في كور عندي اللي هو البروسيسنج يونت، وفي الاي اوز اللي هي الانبوت اوتبوت ايه يونت بنفس الفكرة يعني. فعشان كده سعادتك في الفيلد بتاعنا برضو عشان ما حسسكوش ان الدنيا كبيره، الدنيا بتاخد واحده واحده، فيلد انسترومنتيشن مجالات شغله كتير، يعني سعادتك ممكن تبقى انسترومنت انجينير مينتننس، ممكن تبقى انسترومنت انجينير ديزاين، ممكن تبقى انسترومنت انجينير انستليشن اند كوميشننج، ممكن تبقى انسترومنت انجينير سيلز، وممكن تبقى انسترومنت انجينير بروجكت، دي حاجه ثالثه يعني. ففي كذا فيلد انت ممكن تشتغل فيهم، ولازم في كل فيلد من دول يبقى عندك البيزك نولج بتاعت ايه الموضوع. فالفكره ان احنا بناخد الاساسيات بتاعت الموضوع، في الاخر انا لما ابقى فريش جراديوت واروح مثلا اقدم في شركه واخش انترفيو، بيبقى فيه بريفليج الواحد كاتب في السي في بتاعه ان هو اخد شويه كورسات. لو انا بتكلم انا داخل انترفيو في مصنع على الفاكنسي بتاعت انسترومنت انجينير، فانا لو كاتب ان انا والله انا اخدت كورس كذا وكذا وكذا، دي بتبقى بريفليج، بس حقيقة اللي سعادتك بتكتبه لازم تلتزم بيه. خلي بالك ليه بقى؟ لأن في الآخر هو أنا أعتقد إن الميتنج ظهر عندي إن هخلص كمان 10 دقايق، صح كده؟ مش عارف، ماشي خلينا نكمل. أعتقد إن من الحاجات اللي بتضايق أي انترفيور لما يخش عليه حد إن هو كاتب حاجات كتير قوي، بس حقيقة لما تسأله فيها تلاقيه ما يعرفش عنها حاجة، دي بتبقى وحشه جدا. فنصيحه ليكم لوجه الله، يعني لما تكتب حاجه في السي في بتاعك انت اخدت كورسات، هو مش بكترهم بس الفكره انت عارف انت اخدت ايه ولا لا، يعني انت فاهم كويس، مش هقول لك ان ديتيلز بس على الاقل البيزكس. لما انت سعادتك تكتب في السي في ان انت اخدت كورس انسترومنتيشن، واجي مثلا زي ما هنشوف دلوقتي اسالك اقول لك يعني ايه سيت بوينت ويعني ايه ميجرد فاليو، ولا ايه ما تعرفش، دي كده الف به بتاعت الموضوع، فده بيدي باد ايمج، فكده ايه كورسانت طيب يعني. تمام. فدي نصيحة ليكم كلكم، يعني لو انت حابب تخش في المجال بعد ان شاء الله ما خلص كورس ولقيت نفسك انترستد، ممكن تجو مور ديب بمور كورسز، تبقى يعني اخد نولج ان ديبت، بس لازم تعرف ان الاكسبيرينس هنا بتفرق جدا، كونك تقعد تقرا وتذاكر مش كفاية، لما بتحتك بالشغل، مش عارف في حد تقريبا بيكتب حاجة، لما بتحتك بالشغل هتلاقي ان الاكسبيرينس مهمه، لان انت في حاجات كتير من اللي بتقراها وبتدرسها محتاجه من سعادتك انك تشوفها بعينك وتشتغل عليها، وخبرتك بتيجي من كميه الشوت داونز او التريبس او المشاكل اللي ظهرت لك وانت قدرت تحلها، فده اللي بيبني الايه الكارير بتاعك. في الاخر اول حاجه عشان اعمل كنترول لازم يبقى عندي ميجرمنت، ولو انا ما قدرتش اعمل ميجرمنت يبقى ما فيش اي معنى ان انا اعمل كنترول. تمام. فالانسترومنت عموما بيتعرف ان هو الديفايس اللي بيعمل ايه بقى، ميجرمنت انديكيتنج كنترولينج ريكوردينج او ادجاستنج لفيزيكال اور كيميكال بروبرتي. فيزيكال اور كيميكال بروبرتي مقصود بيها ايه؟ حاجه بتتغير فعليا عند سعادتك في الايه، في الفيلد، في البلانت بتاعك في المصنع، زي فلو، فلو يعني في فلو معين لل المفروض مثلا في البايبنج او في البايب بتاعتك المفروض انت تعدي كميه معينه عشان تخش يحصل لها بروسيسنج. البريشر كميه الضغط الموجود جوه فيسل لازم تحافظ عليه فور سيف اوبريشن اند نورمال اوبريشن حوالين قيمه معينه. الاسيديتي الويت الوزن حاجه زي اللود سيل
الجاز كونسنتريشن طبعا في سكوب من الانسترومنتس حاجه اسمها انالايزرز، اجهزه التحاليل. اجهزه التحاليل دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتبقى موجوده عندي في الانسترومنتيشن. حاجات زي ان انت بتحتاج مثلا تقيس البي اتش بتاعت ماتيريال معينه، هل البي اتش بتاعتها مثلا 7 فتبقى متعادله، هل هي اقل من 7، هل هي اكبر من 7، بحيث ان هي تبقى حمضيه او قلويه. تمام، فبالتالي اقدر اكونترول البروسيس ان انا العب في رقم البي اتش، ازوده او اقلله عن طريق كيميكال اديشنز معينه للكيميكالز معينه. فبالتالي الاناليزر بالنسبه لي لو مش قاري مظبوط هيعمل عندي مشكله عندي في البروسيس، فبالتالي مهم. حاجه زي الاكسجين اناليزر، الجهاز اللي بيقيس كميه الاكسجين مثلا اللي موجوده جوه غاز معين او ماتيريال معين، مهم جدا الحاجات دي. حاجه زي الليفل انسترومنتس او ليفل ترانسميترز، يعني عندي تانك معين، التانك ده محتاج اعرف المستوى فيه قد ايه. التانك ده مثلا بيقيس من 0 ل 100%، المفروض ان هو طول الوقت يبقى حوالين 50 55، فبالتالي لازم يكون في ليفل ترانسميتر. الليفل ترانسميتر ده يقول لسعادتك والله الليفل دلوقتي كذا، طيب الليفل قل محتاج ان انا اعوض يعني ازود الكميه، فالليفل قدامي يعلى، لا الليفل زاد محتاج ان انا اقلل، فمحتاج اقلل الكميه وهكذا. تمام، في اجهزه تانية بتبقى الغرض منها تعمل ريكوردنج للفاليو، لان انا في الاخر انا بتكلم على الكونتينوس بروسيس. كونتينوس بروسيس يعني المفروض ان المصانع دي بطبيعتها سواء بقى الاويل اند جاز، الريفاينري، البتروكيميكالز، الفيرتلايزرز، الديفرنت تايبس من البروسيسز دي، دي كلها المفروض ان هي ايه، نون ستوب بروسيس يعني 24/7 شغاله طول الوقت. فلازم يكون فيها انسترومنت تقدر تستحمل الكونتينوس اوبريشن، ولازم تكون ديورابل تقدر تشتغل طول الوقت بشكل كف، وفي نفس الوقت لازم يكون عندي كنترول سيستم يقدر يهندل الكلام ده الاثنين، لان انا في الاخر بتكلم على مصنع انا دافع فيه ملايين الدولارات، فلازم في نفس الوقت يكون ده بيمباكت في الايه، في البرفورمانس بتاع الفيلد انسترومنتس وكمان الكنترول سيستم بتاعي. طيب ايوه اتفضل محمد عواد اتفضل. ده انا باشمهندس، بس هو الميتنج قدامه دلوقتي 4 دقايق، فيا ريت لو الميتنج فصل ولا حاجه ندخل على اللينك على طول تاني. خلاص تمام مفيش مشكله، حاضر، نفس اللينك هو وكله هيدخل تاني يعني. مفيش مشاكل، حاضر، ماشي يا باشمهندس، شكرا، اتفضل. طيب دلوقتي انا قست الكوانتيتي بتاعتي. كوانتيتي دي زي ما قلنا ممكن تبقى بريشر ليفل، تمبريتشر، فلو، انالايزرز، فايبريشن زي ما هنشوف، سبيد. لازم اقدر اترانسميت سيجنال بتريبريزنت الكوانتيتي دي لحاجه اسمها انديكيتنج اور كومبيوتنج ديفايس. يعني في الاخر لازم يكون عندي ديسبلاي اقدر اشوف منها الميجرمنت دي، الاليات المختلفه دي، في نفس الوقت يكون عندي سيستم او كنترولر بياخد بقى اكشنز بيزد على ايه؟ بيزد على الاوتوميتد اكشن اور هيومن انترفيس الاوبريتور. ما في الاخر المصانع دي مش فولي شغاله اوتوميتد، لازم يكون في راجل اوبريتور قاعد بيدي اوردرز معينه، والسيستم عندي المفروض ان هو بيحاول يحقق الاوردرز دي. طبعا طالما الكنترولنج اكشن بقى اوتوميتد، الكمبيوتر ساعتها الكمبيوتر المقصود بيه كنترول سيستم بيبعت سيجنال لحاجه اسمها فاينل كنترول ديفايس، اللي هي الكنترول فالفز اللي احنا هنتكلم عليه. ما دلوقتي سعادتك عايز تعمل اكشن معين، الاكشن ده لازم تحس بيه فيزيكالي. انت دلوقتي قلت لي الفلو عندي قليل، اللي هو معدل السريان قليل، محتاج ان انا ازوده. طب ايه الحاجه اللي تقدر تزود الفلو او تقلل الفلو؟ حاجه زي المحبس، محبس يعني فولف، بلف يعني، بلف ده في اللغه بتاعتنا. بس الفولف ده لازم يبقى اوتوميتد، يعني جاي له سيجنال الكتريك بتترجم عليه بشكل ميكانيكال فيشتغل. فكده كل ما احتاج ان انا ازود الفلو بدي اوردر ان انا افتح البلف، فالبلف يبدا يفتح معايا فالفلو قدامي يزيد، فاقدر اقراه على فلو ترانسميت. ببساطه هنتكلم على كنترول لوب يعني ونفهم القصه ايه. طيب كنترول سيستم، طبعا كلكم بشكل او باخر عارفين او تعرضتوا للبي ال سي، اكيد حد منكم اخد كورس عن البي ال سي. البي ال سي از كنترول سيستم. ايه الغرض الاساسي من البي ال سي؟ ممكن حد يجاوب ولا معايا ولا فين؟
البي ال سي ده يعني بيعمل كنترول على حاجة معينة عندي في البلانت، مثلا تحكم مثلا في سرعة موتور، في عكس دوران كده يعني. تمام. يعني البي ال سي حاجة في اللي أنا عايز الآخر، أتحكم، حاجة بقى بروسيس عايز أتحكم بيها، فهو بيتحكم لي في البروسيس دي، إذا كانت أوبن لوب أو كلوزد لوب، أي حاجة يعني. تمام. يبقى البي ال سي زيه زي اي كنترول سيستم. كنترول سيستم عشان اعرف الديفينيشن بتاعه، الديفينيشن ده من الاي اي سي 61511. طبعا من ضمن الحاجات المهمه في السكوب بتاعنا الستاندردز. الستاندردز هي مجموعه من بيسموها بروفن ان يوز اكسبيرينس، يعني الناس اللي هم الخبر في الموضوع حطوا كده مجموعه من الجايد لاينز. لما سعادتك بتستخدمها في انك تصنع انسترومنت او تطبقه على انسترومنت او كنترول سيستم، فده كده بيعلي الافيلابيلتي والريلابيلتي بتاعته. فالديفينيشن بتاع الاي اي سي اختصار انترناشونال الكترو كوميشن ستاندرد، ده الخاص بتعريف كنترول سيستم. كنترول سيستم ببساطه قال لك ايه؟ هو السيستم اللي بيرسبوند للانبوت سيجنال من البروسيس او من الاوبريتور، وعلى اساس كده بيجنريت اوتبوت في الاخر. انبوت يعني داخل له، ما هو السيستم ده، تخيل السيستم ده زي ما في الصوره كده، هو عباره عن بوكس. الانبوت يعني انفورميشن فيد او فلو داخل له، وهو بيعمل كالكوليشن بناء على حاجه اسمها لوجيك جواه برنامج، وعلى اساس كده بيعمل ايه؟ بيجنريت اوتبوت. عشان ايه بقى؟ عشان يخلي البروسيس بتاعتي بتوبريت في الايه؟ في الديزايرد مانر بتاعتي. طيب نرجع للحته بتاعت البي ال سي. تقريبا رد عليا كريم صح؟ كريم. طيب دلوقتي على كلامك يا كريم، ازيك الاول عامل ايه؟ على الحمد لله كلامك بخير. البي ال سي معنى كده ان ممكن استخدم البي ال سي في اي مصنع صح؟ وفي اي بروسيس. تمام. متاكد؟ اي بروسيس عايز اعمل كنترول عليها، هو ممكن يعمل لي الحاجه ديت على حسب، مثلا عندي انبوت، مثلا بياخد انبوت على حسب البرنامج الموجود في السي بي. خلاص تمام، ممكن نتفضل كده يا باشمهندس. تمام. معلش كريم كان بيتكلم معايا والصوت قطع عليه. تعالى. معلش. بص يا كريم، نعم. بص دلوقتي صح. احنا زي ما قلنا ان البي ال سي هو كنترول سيستم. تمام. كنترول سيستم ليه انبوتس واوت، بس حقيقه البي ال سي اللي هو اختصاره بروجرامبل لوجيك كنترولر، اصلا لما تمام اتعمل في الاول كان هو از ان ابجريد او ريبليسمنت لحاجه اسمها ايه؟ الريلي كلاسيك لوجيك كنترول، او الريلي لوجيك. كلاسيك كنترول، لو تمام سعادتك بتاتشيف كنترول فلسفي معينه عن طريق مجموعه من الوايرنج، عن طريق بقى البوش بوتونز والسويتشات وبتطلع الكلام ده على ريليهات، فبالتالي بتقدر تدرايف انا سولونويدز مثلا صح؟ بستبدل الحاجات اللي هي الوايرد دي بسوفت وير جوه البي ال سي، ف كده بس وفرت مجهود. البي ال سي في الاخر كان معمول لديسكريت. ايه الفرق بين الديسكريت او الديجيتال سيجنال والانالوج سيجنال؟ الحته دي مهمه قوي. الديجيتال سيجنال يعني ليها قيم عند لحظات معينه كده، يعني عند لحظه مثلا تي واحد ليها قيمه معينه، عند تي اتنين ليها برضو قيمه معينه. تمام. اما الانالوج هي كونتينوس سيجنال على طول الوقت، ليها قيم بتتغير طول الوقت. تمام، بس هزود على كلامك ان الديجيتال سيجنال هي حاجه ليها تو ستيت. حد حابب يتكلم؟ الديجيتال سيجنال هي حاجه ليها تو ستيت، يا اون ستيت يا اوف ستيت. ممكن في وقت تبقى اون، ممكن تبقى اوف. الانالوج سيجنال هي حاجه بتتغير طول الوقت، وزن حاجه اسمها رينج، ليها رينج معين، حاجه اسمها لور رينج فاليو وابر رينج فاليو.
مثال الحرارة، انت مثلا بتقيس حرارة والحرارة دي الرينج بتاعها او مدى القياس اللي انت بتتعامل فيه من 0 ل 100 درجة، فانت طول الوقت ممكن تبقى الحرارة 90، ممكن تبقى 95، ممكن تبقى 90 ونص، ممكن تبقى 89 ونص، لكن المفروض ان هي ما تزيدش عن ال 100 لان انت عارف ان هي مش هتزيد عن ال 100. تمام، فده الفرق الاساسي بين الانالوج وبين الديجيتال. تمام، البي ال سي لما اتعمل اصلا كان معمول للديجيتال سيجنال، تمام، فما كانش بيستخدم في البروسيس كنترول، كان بيستخدم في الديسكريت بروسيس، حاجات اللي هي بتحتمل الاون اوف مثلا، الحاجات اللي هي خاصه بالباجنج اند لودنج، بالباكينج، حاجات البلاستيك لو حد فيكم يسمع عنها. بعد كده البي ال سي السكوب بتاعه زاد، فبقى يقدر يشتغل في كونتينوس بروسيس. طيب اسالك سؤال بقى، هو لما انت بيجي في بالك بي ال سي، اللي اشتغل فيكم بي ال سي او اخد كورسات، اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ مش سيمنز؟ سيمنز. حد عنده رأي تاني؟ الراجل ده الوحيد اللي بيرد عليا. بس انا اشتغلت على دلتا، اشتغلت على دلتا واشتغلت على شنايدر. في حد رفع ايده؟ اتفضل. سيمنز لسه بصراحة. في حد رفع ايده ولا دي قديمة؟ محمد. تمام، لا دي حاجة قديمة. طيب يعني انت ما اشتغلتش على سيمنز لسه. طيب هل حد من الزملاء، هل حد من الزملاء اشتغل بي ال سي يا جماعه؟ عنده فكره عن بي ال سي؟ شريف عبد الفتاح اتفضل. لا، هو في انواع كتيره، يعني انا اشتغلت في اي بي بي، واشتغلت وفي حاجات زي شنايدر، في روكويل، وفي طبعا سيمنز مشهور اكتر حاجه. في حاجات كتير، يعني مش سيمنز بس هو الاساسي. طيب تمام، اقول لك حاجه، انت دلوقتي لو رايح تشتري لابتوب، تمام، هتروح تشتري لابتوب بغض النظر عن الفلوس، يعني هتروح تشتري لابتوب ويندوز ولا هتشتري ماك؟ ده على حسب، بس انا عايز اشتغل بايه، يعني لو انا عايز اشتغل وانا عندي خبره في الماك هشتري ماك، وهشتغل بالاوبريتنج سيستم الماك. كلامك مظبوط 100%، يعني انت لو في دماغك في الايمج بتاعتك انك تقدر تشتغل بالماك هتشتري ماك، لكن غير كده الغالبيه العظمى من الناس من صغرها لغايه ما بتكبر بتتعامل مع ويندوز، صح؟ تمام. فانت تمام. الايمج عندك انت رايح تشتري ويندوز لان انت عارف ان الويندوز ده هو اللي انت عارف فيه، هو ده اللي انت اشتغلت فيه، هي سيمنز عامله كده في السوق. انت فاهم قصدي؟ ده اللي بيخلي الناس فاكره ان سيمنز احسن من بي ال سي، بس حقيقه لا، في حاجات احسن منه. انت قلت اشتغلت روكول، فانت عارف الروكول عامل ازاي، يعني في روكول. روكول واشتغلت اي بي بي كمان، وحتى في يعني في دي سي اس بتاع اي بي بي قوي جدا، اشتغلت عليه كتير. اشتغلت ايه، ادفانت ولا 800 اكس ايه؟ 800 اكس ايه، على اي سي 800 ام ولا اي سي 800 ام؟ اي سي 800 ام. تمام. في الاخر البي ال سي زي ما قلنا، البي ال سي الرينج بتاعه او السكوب بتاعه بيختلف على حسب السكيل بتاعه، على حسب عدد الاي اوز. يعني ايه عدد الاي اوز؟ عدد الاشارات اللي هو يقدر يهندلها يشتغل معاها. معنى صح، في السيريز بتاعت سيمنز هتلاقي فيه الاس 7، صح ولا لا؟ اللي شاف منكم الاس 7، الاس 7 ده في منه زمان كان فيه ال 200، ال 7 200، ال 7 300، وال 7 400. ال 200 ده اتلغى، في دلوقتي ال 7 1200، في 1500. تمام؟ في الاخر الفاميليز دي هتلاقيها بتختلف، بتختارها او بتقدر تركبها على حسب عدد الاشارات اللي انت بتتعامل معاها. تمام؟ في الاخر ده كده بيسموه فاكتوري اوتوميشن سيستمز. يعني ايه فاكتوري اوتوميشن سيستم؟ يعني بيبقى سعادتك بتجيب البي ال سي بيفضل شغال طول الوقت، بتربطه مجموعه اشارات، بيبقى عندك مثلا حاجه اسمها اوبريتور بانل، شاشه كده الراجل الاوبريتور بيقدر يشوف منها مجموعه من الاشارات، يقدر يشغل ويوقف منها، بس ما بيبقاش فيها بقى الكمبيوتر بيزد اوبريتور ستيشن. هنشوف الكلام ده في المحاضره بتاعت الدي سي اس. في فاميلي ثانيه اسمها بروسيس اوتوميشن سيستم. بروسيس اوتوميشن سيستم دي في سيمنز برضو، اللي هي خاص بيها حاجه اسمها بي سي اس 7. بي سي اس 7 لو حد فيكم سمع عن البي سي اس 7، تمام، ده الدي سي اس بتاع سيمنز يعني. تمام كده، ففي الاخر انا بختار السيستم بتاعي بناء على طبعا الحجم بتاع المصنع،
هل هو مصنع صغير، هل هي حاجه اسمها باكج يونت، يونت صغيره كده ستاند الون، هل هو مصنع كبير محتاج فيه انتجريشن، هينفع معايا البي ال سي ولا هضطر اروح للدي سي اس على اساس ان الديستريبيوت كنترول سيستم بيقدر يهندل عدد اي اوز اكتر. في الاخر كله بيابلاي عليه نفس التعريف. اي كنترول سيستم بيبقى ثلاثه بارت اساسيين: انبوت ديفايسز، كنترولر، واي او، والفاينل اليمنت. انبوت ديفايسز دي فيها اللي انا المفروض باخد انفورميشن من الفيلد عندي كانبوت للسيستم. وعلى فكره الانفورميشن دي زي ما هي جايه من الفيلد ممكن تيجي من الراجل الاوبريتور. الاوبريتور ده مقصود بيه الراجل المشغل اللي بيبقى قاعد على كمبيوتر، الكمبيوتر ده بيبقى عليه سوفت وير معين مربوط على الكنترول سيستم، بيقدر ياخد منه كوماندات اوردرات معينه، وبيقدر يعرض له شاشات في صوره حاجه اسمها بروسيس ديسبلاي، مجموعه من الديسبلايز كده موجود عليها داتا. الداتا دي دايناميك يعني بتتغير، لان احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على كونتينوس ميجرمنت، فالميجرمنت دي شغاله طول الوقت. هو يقدر يفيو منها، يمونيتور القرايات، وفي نفس الوقت يقدر يتدخل يعمل اكشن معين. كنترولر مقصود بيه السيستم بقى كابينتس، يعني انت البي ال سي اللي اشتغل منكم بي ال سي، بي ال سي بيبقى عباره عن حسب بقى هو ريل ماونتد ولا راك ماونتد، على حسب في جزء سي بي يو، في جزء باور سبلاي، في جزء اي اوز، صح الكلام ده؟ حد معايا ولا نمت؟ ده تمام اتفضل كمل. طيب في الاخر هنا بقى لازم اقول ان انا عندي انالوج وديجيتال، صح؟ طيب قال لك بقى زي ما عندك انبوتس عندك اوتبوتس، فزي ما في انالوج انبوت في كمان ديجيتال انبوت. يعني ايه بقى انالوج انبوت؟ يعني ايه ديجيتال انبوت؟ انالوج يعني نظام بيعتمد على حاجه زي الباينري كده، والديجيتال تقريبا بيعتمد على موبايل مش عارف. ماشي علي صوتك بس. احمد المصري علي صوتك. اتفضل يا كريم. الديجيتال انبوت ده يعني زي سويتش مثلا، بروكسيميتي سنسور مثلا، انما الانالوج مثلا زي اللي هو سنسور حراره، سنسور ضغط، حاجات بتتغير يعني مع الوقت على طول. لا لا ديجيتال انبوت ولا انالوج انبوت. طيب كلام سليم. يعني دلوقتي عندي تو تايبس من السيجنال بيبقوا انبوت. في سيجنال زي الحراره، زي الضغط، زي الفلو، زي الليفل، حاجه بتتغير في رينج طول الوقت، ومحتاج ان انا ابعت الانفورميشن دي كانبوت للسيستم زيها زي الديجيتال. بس الديجيتال بيبقى ايه؟ يا اون يا اوف، زي اللوجيك كده، يا زيرو يا واحد، تمام؟ الباينري داتا يعني يا زيرو يا اون يا اوف. فبالتالي دي بتعبر عن سويتشنج بوينت مثلا، سويتشات معينه موجوده عندي في الفيلد. ففي الاخر دول كده انالوج انبوت وديجيتال انبوت. في بقى اوتبوت طالع من السيستم، الاوتبوت ده برده بيبقى نوعين، تمام؟ الاوتبوت اللي طالع من السيستم بيبقى نوعين، بيبقى في اوتبوت انالوج واوتبوت ديجيتال، تمام؟ اوتبوت انالوج يعني في سيجنال طالعه بتتغير في رينج من 0 لـ 100%، تمام؟ اللي هو بيقابل الستاندرد اللي هنتكلم عليه اللي هو من 4 لـ 20 ملي امبير، تمام؟ وعلى اساس كده السيجنال اللي طالعه دي بتروح لحاجه اسمها الفاينل اليمنت زي ما احنا شايفين، اللي هو بياخد بقى السيجنال دي، الكالكوليشن اللي حصلت جوه الكنترول سيستم عباره عن سيجنال، ياخدها ينفذها. ينفذها ازاي؟ في الاخر انا عندي باي معينه محتاج ان انا اتحكم في الفلو، فبحط بلف كنترول فالف. كنترول فالف ده محتاج انه يفتح بالكامل 100% او يقفل 0% او يبقى حاجه اسمها ثروتلينج، يعني شغال 0 1% 0.5% 10%، اي قيمه محتمله بين ال 0 لـ 100% اللي هو الرينج اللي هو شغال فيه. فكده لازم حاجه تعمل ريبريزنتيشن، تاخد السيجنال اللي طالعه تحولها بقى لكورسبوندنج موفمنت على الاير كنترول فالف، وده اللي هناخده في الجزء الثاني ان شاء الله، تمام؟ وفي برضو الديجيتال اوتبوت، هو السيجنال اللي طالعه بس اون يا اوف. مش احنا اتفقنا الديجيتال ليها تو ستيتس، يا زيرو يا واحد، بس دي بتترجم على برضو حاجه اسمها سولونويد فولت، تمام؟ هنشوفها برضو في البلوك. في الاخر الكونسبت لازم يكون في دماغي ان انا عندي فور تايبس مينلي اوف سيجنالز: انالوج انبوت، انالوج انبوت، ديجيتال انبوت، انالوج اوتبوت، ايه ديجيتال اوتبوت. حد عنده سؤال يا جماعه ولا الدنيا ماشيه؟ يا ريت بس ايه لو في حد عنده سؤال يسال اول باول، يعني عشان احنا بنبني الحاجات على بعض.
ثانية واحدة يا باشمهندس. اتفضل. الديجيتال اوتبوت ايه تاني؟ مش فهمتوش بس. الديجيتال اوتبوت هو ديجيتال يعني يا زيرو يا واحد، حاجة سعادتك بتطلعها يا بتبقى مطلع اوتبوت بزيرو يا اما بتطلع اوتبوت بواحد. لازم الديفايس او الانسترومنت اللي ياخد الاوردر ده يكون ليه تو ستيتس، يا اون يا اوف. تخيل عندك كنترول فولف بس يا فاتح بالكامل يا قافل بالكامل، ملوش غير حالتين بس، حاجه اسمها اون اوف فولف. فلو انت مطلع له زيرو يبقى انت كده عامله اوف صح، لو انت مطلع له واحد يبقى انت عامله اون صح. الاوردر ده بيروح لحاجه اسمها سولونويد فولف انسترومنت، هنتكلم عليه في البلو. السولونويد فولف ده ببساطه جزء الكتريكال وجزء ميكانيكال عشان يحقق سعادتك الايه اللي انت عايزه. لما تبعت له زيرو، الزيرو دي تخليه قافل فما يفتحش، يبقى زيرو تماما قافل. بعت له واحد، عملت له حاجه اسمها انرجايز، فانرجايز يخلي البلف يفتح بالكامل. ده مثال بسيط كده. وصلت؟ تمام. هو البي ال سي ريبليسمنت للريلي ولا ايه؟ اصلا البي ال سي كان معمول از ريبليسمنت للريلي لوجيك، وكان معمول ان هو يبقى بروجرامبل بحيث ان اي موديفيكيشن في الوايرنج تقدر تعمله بالسوفت وايرنج الموجود. بعد كده اتطور واتعمل له حاجه اسمها الفايف ستاندرد بروجرامينج لانجويجز. دلوقتي البي ال سي انت ممكن تبرمجه بكذا طريقه. حد عارف البروجرامينج لانجويج بتاع البي ال سي؟ اقدر ابرمج عموما؟ حد يقول؟ انا قلت خمسه، لو جبت اتنين يبقى كويس. قول بقى. في اللادر دايجرام كلنا عارفين. تمام. وفي اللي هو الانستراكشن ليست، وفي اللي هو الاستراكشر تكست. تمام. وفي اللي هو البلوك فانكشن بلوك دايجرام، وفي اللي هو السيكونشال فانكشن شارت. الله ينور عليك. لا تمام، الله ينور، صح كده. دول الفايف ستاندرد بروجرامينج لانجويجز. سعادتك بيديك فاسيليتي انك تقدر تبروجرام البي ال سي باي طريقه على حسب الايه، على حسب اللوجيك بتاعك وصعوبته وعلى حسب خبرتك. دلوقتي يا جماعه في بي ال سيز بتتبرمج بالماتلاب. حد طبعا معظمكم شغال ماتلاب من الكليه الكلام ده صح؟ صح ولا لا؟ اشتغلنا ماتلاب. فسعادتك ببساطة لو انت شاطر في الماتلاب تقدر تعمل برنامج على البي ال سي باستخدام ماتلاب وتعمله ابلود على البي ال سي اللي بيسمح او بيعمل كومبايل للماتلاب سوفت وير ده. وصلت؟ فالدنيا دلوقتي بقت الدنيا مفتوحة يعني. تمام؟ وكمان دلوقتي زي ما هنشوف ان الكنترول سيستم ما بقاش الموضوع ان انا عندي كنترول سيستم قافل على نفسه. لا، ده دلوقتي ظهر بقاله كام سنه كده حاجه اسمها اي او تي. حد سمع عنه؟ الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز ده المفروض انا بعمل فيه ايه لو حد عنده فكره عنه كده؟ يمكن في اي حاجه، بربط شبكه مع بعض كده. بتعتمد على حاجه اسمها كلاود صح؟ الكلاود دي سعادتك بيبقى عندك سبيس على الانترنت وبتبدا تاخد فيها جزء بتعمل عليه بروجرامنج، بتربط بيه مجموعه من الانبوت صح والاوتبوتس، وبيبقى كل ده على الكلاود. ما عندكش فيزيكالي الكلام ده، مش بيتنفذ لوكالي على الهاردوير بتاعك صح. دلوقتي بقى في الاي اي او تي اندستريال انترنت اوف ثينجز، يعني بنفس الكونسيبت بس متطبق في الاندستريال ابلكيشن. يعني سعادتك عايز تقول لي ان انا بدل ما يبقى عندي بي ال سي والبرنامج على البي ال سي على الميموري بتاعته وبيتنفذ، لا ده البي ال سي والسنسورز بتاعتي مربوطين على الكلاود والبرنامج بتاع الكلاود والدنيا شغاله كده. تمام. ده يعني الدنيا اللي جايه، وده طبعا يتطلب معرفه جامده بالسايبر سيكيورتي. تمام. ان انت هنا محتاج يبقى عندك فاير وول كويس، محتاج ان انت يبقى عندك سيرتيفايد انجينيرز عشان حته سايبر اتاك وقصه يعني. تمام. فعشان كده بقول لكم المجال بتاعنا الدنيا فيه بتتطور، ما بقاش الموضوع مجرد مجال الاوتوميشن ده ناقص الواحد يطير فيه، عايز واحد بجناحات. والله لازم نعرف كل حاجه. ايه الفرق؟ حتى الداتا بيز. هقول لك حاجه، ايه الفرق بين الاوتوميشن والانسترومنتيشن؟ هو تقريبا الاثنين واحد يعني، بس الاوتوميشن هو يعني برمجه بي ال سي، سكادا، اتش ام اي، الكلام ده كله يعني. تمام. هو الاوتوميشن والانسترومنتيشن هما تقريبا الاثنين واحد، بس الفرق مينلي ان انت لو انت شغال اوتوميشن بس هتلاقي نفسك ريليتد اكتر للسيستم، للبي ال سي، للسكادا زي ما انت قلت، الاتش ام اي. محتاج يبقى عندك خبره كويسه بالفيلد، لان انت في الاخر المفروض بتربط السوفت وير اللي انت بتكريته ده، اللوجيك ده، بالايه؟ بالفيلد. فلازم تكون عارف الفيلد عندك كويس وبتعرف تعمل انترفيس كويس. وفي حاجه اسمها وايرنج لازم تعمله، ان انت في الاخر زي ما قلنا كل انسترومنت انت بتحطه في الفيلد
يا بتبعت له اشاره يا بتاخد منه اشاره، صح ولا لا؟ طب الوايرنج، ان كل جهاز ليه وايرنج بتاعه منفصل، ازاي بيتم لو انا بتكلم على سيستم في مثلا 300 جهاز او 300 انسترومنت برايكم؟ يعني ازاي هيبقى عندي 300 جهاز وربطه بي ال سي؟ لازم يكون عندي وايرنج في كباين، والكباين دي مترتبه بشكل معين بحيث ان لو حصل مشكله في قرايه اقدر اعمل ترابل شوتنج، اقدر اوصل للمشكله فين واوصل للاطراف او التيرمينالز الخاصه بالجهاز ده وافصلها اغيرها، اعمل الشغل كله اللي انا بقدر اعمله في ترابل شوتنج. تمام، فالموضوع بيبقى فيه تنظيم بيزد على حاجه اسمها وايرنج دياجرام. تمام. طيب هنا بقى بعد ما عرفنا الكنترول سيستم، زي ما اتكلمنا الكنترول سيستم انا بختاره. طبعا انواع الكنترول سيستمز عندي كتير يا جماعه في البلانت، يعني الموضوع مش موضوع بي ال سي بس. بي ال سي مني انا بستخدمه في السكوب بتاع البروسيس الصغيره، زائد الحاجات اللي هي بيسموها باكت جونت او ستاندالون يونت. تمام. في المصانع الكبيره زي ما قلنا بيبقى مينلي الدي سي اس هو الموست دوميننت، يعني زي ما اتفضل الباشمهندس اللي اتكلم على اي بي بي اللي هو اس 800 اكس اي واس 800 ام اللي هم دي سي اس بتاع اي بي بي. ده كنترول سيستم كبير، عدد الاي اوز اللي بيتعامل معاها عدد بالالاف مش مجرد ميات ومتينات. اللي اشتغل فيكم على البي ال سي، في انواع البي ال سيز ممكن تبقى مايكرو بي ال سي. المايكرو بي ال سي بيبقى البي ال سي بالاي اوز بتاعته كومباكت، يعني بتشتري على بعضه كده وبتعمل له وايرنج 5 6 اشارات 10 اشارات، ده الابلكيشن بسيط. لكن لما عدد الاي اوز عدد الاشارات عندك بيكبر، فساعتها بتعمل حاجه اسمها ايه اكستنشن اي اوز، بتركب مجموعه من الكروت عشان كل ما تزود عدد الكروت دي كل ما بتزود عدد الاشارات اللي انت بتانترفيس معاها، زائد ان السوفت وير نفسه اللي انت بتشتغل عليه بتبدا تبني فيه الداتابيز. وهنعرف الفرق بين البروسيس كنترول او البروجرام، البي سي بروجرام. بي سي هنا اختصار بروسيس كنترول بروجرام، ده كسوفت وير جزء، وفي جزء تاني اللي هو الداتابيز، ازاي انت بتعرف كل السيجنالز الموجوده عندك ومربوطه على السيستم بتاعك، وازاي بتخلي الداتابيز دي بتكلم اللوجيك بتاعك بحيث ان هي تسحب منه داتا وترمي فيه داتا، يعني هنشوف كده بشكل مبسط يعني. ف يبقى عندي البي ال سي، عندي الدي سي اس، عندي حاجه اسمها سيفتي كنترول سيستم او سيفتي انسترومنتد سيستم. المصانع اللي هي فيها هازارد مقصود بيها ان في احتماليه ان يحصل عندي مثلا ليكج، يحصل عندي اكسبلوجنز زي حاجات البتروكيميكال والفيرتلايزرز، الحاجات دي كلها لازم يكون عندي كنترول سيستم سبيشال في طبيعته، مختلف شويه عن البروسيس كنترول، عن السيستم اللي بيعمل كنترول. انا احنا قلنا ان الغرض الاساسي من كنترول سيستم ان انا بتحكم في بروسيس، لكن بيبقى في سيستم تاني معاه ده بيعمل سيف جارد، يعني حمايه كده، نظام حمايه بيسموه سيف جارد اند شوت داون سيستم. بيبقى غرضه انه بيبقى متوصل بالنقط الكريتيكال في المصنع عندي، بحيث ان لو حصل ان في ضغوط معينه زادت، في تسريبات معينه حصلت، في كونديشنز كده معينه انا مبرمجها، على طول يعمل شوت داون. شوت داون يعني انا بقفل، بوقف البروسيس بتاعتي بشكل سيف، سيف شوت داون، بحيث ان انا احمي الايكويبمنت المعدات الغاليه اللي موجوده في المصنع، واحمي كمان الاشخاص، لان لو حصل عندي اكسبلوجن ولا حصل عندي ليكج او حصل عندي حاجه من الحاجات دي، ده بالنسبه لي هيبقى مشكله وخسائر كبيره. فساعتها بيبقى الاولويه لي ان انا اعمل شوت داون واوقف البروسيس واصلح المشكله، بدل ما انا افضل اكمل ويحصل عندي يعني عواقب اكبر وعواقب وخيمه زي ما بيقول. فمن هنا يبقى عندي بي ال سي، ممكن يبقى عندي دي سي اس، ممكن يبقى عندي اس اي اس سيفتي انسترومنتد سيستم، ممكن يبقى عندي حاجه اسمها فايبريشن مونيتورنج سيستم. دلوقتي عندي حاجه اسمها تربو ماشينري كنترول. تربو ماشينري كنترول مقصود بيها الالات الدواره، الحاجات اللي بتلف بسرعه دورانيه موجوده عندي في البروسيس، زي البامب، زي الكمبريسور، وزي التربين. ايه الفرق من البامب والكمبريسور والتربين؟ حد هيجاوب؟ جاوب. اتفضل. البومبه بتستخدم في الفلويدز، في الليكويدز عموما، بتستخدم انها ترفع ضغط الليكويد. تمام. والكمبريسور بيستخدم مع الجاسز، يعني يضغط جاز زي مثلا الفريون او كده. تمام. في ايه تاني؟ التربين، التربين دي بقى بتستقبل الستيم او كده، عشان هي بقى تبتدي تعمل حركه دورانيه، والدوران ده يبقى على الجنريتور يعمل لي كهرباء.
تمام حسن، تمام الله ينور عليك. حسن اذا البامب اكويبمنت بستخدمها عشان ازود البريشر واخلي الدستشارج بريشر بتاعها اكبر من السكشن بريشر اللي هو ضغط السحب بتاعها. بالنسبه للليكويدز البامب عشان تشتغل زيها زي الكمبريسور اللي هو بيعمل نفس الوظيفه بالنسبه للجازز محتاجه ايه؟ محتاجه باور. فالبامب او الكمبريسور يا بتشتغل بالكتريك موتور، تمام، يعني موتور، الموتور ده لما بيشتغل بيلف فبيدور معاه الكمبريسور او البامب بتاعتي، يا اما بتشتغل بترباين. التربين في الاخر زي ما قال حسن هي عباره عن اكويبمنت بتاخد عندي ليها فيدنج، الفيدنج ده ممكن يبقى ستيم لو هي ستيم تربين، ممكن يبقى جاز لو هي جاز تربين، وبالتالي الطاقه الموجوده في الستيم او في الجاز دي بتتحول لروتيشنال سبيد، حركه دورانيه. انا باخد الروتيشنال سبيد دي بعمل لها كابلنج مع جنريتور زي ما قال، فبحول الحركه الدورانيه للكهرباء، او ممكن اعملها كابلنج مع كومبريسور فبتحل محل الالكتريك موتور في الحاله دي فاقدر ادور بيها كومبريسور، او بعملها كابلنج مع بامب. تمام، فهنا لازم اعمل مونيتورنج لشويه بارامترز بقى، لان انا بتكلم على فايبريشن مونيتورنج سيستم او تيربو ماشينري. السبيد اللي انا شغال عليها التربينه دي على حسب كميه البخار، لو هي ستيم على حسب كميه البخار اللي انا بدخله لها، على حسب السبيد اللي هاخده منها. السبيد في حاله التربينه بتتقاس بحاجه اسمها ار بي ام، ريفولوشن بير مينيت، تمام؟ فعلى حسب كميه البخار اللي داخله على حسب الار بي ام اللي باخده منها، فلازم اعمل كنترول للسبيد بتاعتها. فكده بقى عندي كنترول سيستم منفصل اسمه ديجيتال جوفرنر، وظيفته ان هو يتحكم في التشغيل والايقاف والكونتينوس اوبريشن بتاع كل تربينه موجوده عندي. يبقى كده ده تالت سيستم. الفايبريشن مونيتورنج سيستم انا دلوقتي بتكلم على روتيشنال سبيد، صح؟ فالحاجه اللي بتلف بسرعه دورانيه دي بيبقى ليها ظاهرتين حقيقه هنشوفهم دلوقتي في السلايد، حاجه اسمها راديال فايبريشن وحاجه اسمها اكسل ديسبيسمنت. تمام، طبعا الكلام اللي بتكلم فيه ده ممكن يبدو ان هو ميكانيكا، بس حقيقه مفيش حاجه في الانسترومنتيشن، ما يعني الانسترومنتيشن ما سابش حاجه، فلازم ساعتك تعرف الباك جراوند بتاع الحاجه اللي انت بتتعامل معاها او بتقيسها. وصلت؟ فالحته دي مهمه يعني، عشان كده في بعض الحاجات هنلاقينا ونخش في تفاصيلها، زي ما في الفلو لازم اعرف شويه في الفلو ميكانكس. تمام، فهنا البيربز بتاع كنترول سيستم بيفرق معايا في السليكشن. الاكويبمنت اندر كنترول، لو انا بتكلم على تربين فمحتاج ديجيتال جوفرنر، لو انا بتكلم على بويلر، هو البويلر دي وظيفتها ايه؟ الغلايه. عمر اتفضل. تو جنريت ستيم. بتجنريت ستيم، بتجنريت ستيم ازاي؟ من خلال انه بيكون في ووتر فبتغليها وبتحميها لحرارتها، يصير يعني تتبخر المي ويصير ستيم. طيب يعني معنى كده ان انا عندي سكتين، عندي سكه ميه بتتحول لستيم وعندي الفاول بقى. ما انا البويلر دي محتاجه ايه؟ محتاجه فاول عشان ابدا اسخن الميه دي، صح؟ بالتالي نعم. الفاول ده ممكن يبقى زي ناتشرال جاز، غاز طبيعي، والناتشرال جاز لازم يكون داخل معاه ايه؟ هواء. فبعمل حاجه اسمها كومباستشن ريشيو، صح؟ نسبه احتراق معينه، عشان في الاخر احول الميه اللي موجوده دي لستيم، صح؟ بس الستيم اللي طالع ده لازم يكون ليه كونديشنز معينه. التربينه يا جماعه اللي هي مجموعه من البليد الريش، الستيم لو داخل في قطرات ميه او بشبع بالميه هيعمل حاجه اسمها بيتنج، هيخش عامل زي الرصاص كده. الرصاص ده لما بيخش على الريش بتاعت التربينه بياكلها، فلازم الستيم اللي بستخدمه مع التربينات في الستيم توربين يكون حاجه اسمها سوبر هيتد ستيم، ستيم محمص. فبالتالي الستيم اللي انا بطلعه من الغلايه الاول ما ينفعش، لازم اللي هو بيبقى ساتوريتد، بيبقى فيه مشبع بخار ميه، لازم ادخله على حاجه اسمها سوبر هيترز، تقعد ايه تجففه لغايه ما يبقى سوبر هيتد ستيم. بعمل له كوندنسر، ادخله على كوندنسر يعني، مش كده برضو؟ كوندنسر؟ لا مش كوندنسر. الكوندنسر ده بيبقى في التربينه، لان انت بتستهلك طاقه الستيم، صح؟ وبعد ما تستهلكها في جزء بيبقى فيه كوندنسيت بتاخده ترجعه على الدايره عندك. لا انا بكلمك في الجنريشن بتاع الستيم نفسه. الستيم اللي طالع ده لما انت بتسخن الميه على النار بيبقى طالع عندك ستيم انت شايفه، صح؟ ده بخار ميه مشبع في الستيم، صح؟ بخار الميه ده في الاخر لو انت اخدته كده ودخلته على التربينه بالضغط اللي هو فيه ده،
القطرات دي ممكن تعمل مشكلة للتربينة، فلازم أعمله تحميص أرفع حرارته لقيمة حرارة ممكن توصل 350 درجة، ده رقم كبير. وصلت؟ عن طريق إن أنا بعمله بدخله على سوبر هيترز يعني، وصلت؟ وبضغط معين يعني بجففه يعني وبنشفه صح؟ بالضبط، بس بكونديشن معين. أهم حاجة في الموضوع إن أنا أحقق البروسيس كونديشن المطلوبة. أنا مثلا البويلر عندي عشان تبقى هاي بريشر سوبر هيتد ستيم لازم يبقى ضغطها مثلا 115 بار، وده رقم كبير، 115 مرة من الضغط الجوي، ويبقى حرارتها 350 درجة. ليه؟ لأن الكونديشن ده هو اللي هيخش على التربين عندي ويخليها تشتغل بشكل سيف. وصلت يا جماعة؟ في الآخر أنا بحاول، أنا الغرض من الكنترول سيستم إنه إيه؟ يمنتين الأوبريتابيلتي التشغيل والسيف، يعني أهم حاجة عندي السيفتي والمنتين الأوبريشن، الاثنين فاكتورز دول لازم يكونوا موجودين عندي. ما اقدرش ان انا اشتغل طول الوقت وانا عندي في سيفتي ايشو معين، وما اقدرش ان انا طول الوقت افضل واقف بسبب ان انا ايه سيفتي. لا، لازم في الديزاين بتاعي اخد في اعتبار الايه الاثنين، لان انت في الاخر المصنع ده الساعه فيه بفلوس، فلازم الشت داون يبقى عندك از مينيمم از بوسيبل. وصلت الفكره دي؟ دي الانفايرمنت اللي انت في الاخر بتتعامل فيها كمؤسسه. طيب السكيل بقى، السكيل دي مهمة، دي الحتة اللي أنا قلت فيها إمتى استخدم الـ PLC إمتى استخدم الـ DCS. السكيل ده بيختلف على حسب الـ activity أو على حسب الـ nature بتاعت الـ process بتاعتي. زي ما قلنا في بعض الصناعات بتبقى extensive، الـ plant عندي بيبقى كبير، محتاج إن أنا أحط له control system powerful يقدر ينترفيس مع عدد إشارات من أو عدد IOs يوصل أكثر. لو حد فتح المايك بس فساعتها انا عندي مثلا سيستم بيتعامل مع 10000 اي او 15000 اي او، هل البي ال سي دايما يقدر يتعامل مع 15000 اي او؟ الناس اللي اشتغلت مع البي ال سي، هل البي ال سي يقدر يهندل 15000 اي او فور سنجل بي ال سي؟ لا ما اظنش. لا يبقى اذا السلكشن بتاعي بيتم على حسب السكيل زي ما قلنا. البي ال سي فيه كذا فاميلي، مثلا في الين برادلي في عندي من اول المايكرو لوجيكس لغايه الكنترول لوجيكس، فكنترول لوجيكس بيسبورت عدد اي اوز كبير اعتقد معدي بالالافات يعني، بس في الاخر هو بي ال سي. فساعتها في فانكشنال كمان، الموضوع موضوع فانكشناليتي زي ما هنشوف ان انا في فانكشن وظايف انا محتاجها في السيستم احيان كتير ما بتبقاش افيلبل في البي ال سي، زي عدد الاوبريتور ستيشنز. ان انا بيبقى عندي نتورك من الكمبيوترز، الكمبيوترز دي واصله بنتورك واصله بحاجه اسمها بلانت نتورك، كلها سينكرونايزد مع الكنترولرز بتاعتي او السيبيوز بتاعتي، بحيث ان هي تقدر تفيو داتا معينه، تقدر تعمل كنترول اكشنز معينه. عندي حاجه اسمها يوزر ترند او الهيستوري، ان كل الايريات اللي سعادتك بتشوفها بتتعمل لها حاجه اسمها اركايفنج، بتتخزن عندك بشكل مستمر بعدد من الفترات ممكن يوصل لسنين، بحيث انت لو محتاج ترجع لاي فاليو بتعمل اناليسز للبروسس عندك، بتحط بارامتر زي الفلو الليفل اي كان، فبتقدر تفيو الداتا دي عن طريق ان انت عاملها اركايفنج ومخزنها عندك في الهارد درايف بتاع الكمبيوترز معين، حاجه اسمها اي ام مانجر او انفورميشن مانجمنت سيرفر، يعني اي ام سيرفر اسم. تمام، دي فانكشنز دي مش هتلاقيها موجوده في كل البي ال سيز الافيلبل يعني. طبعا الافيلبل تكنولوجي دي زمان كان فيه النيوماتيك سيستمز، بعد النيوماتيك سيستم عملوا الكتريك سيستمز. نيوماتيك يعني كان كنترول سيستم عندي شغال بالهواء، الكنترولر نفسه هواء، عباره عن مجموعه من الدايفرامات والسوست، كانت حاجه يعني تقطع القلب، والحمد لله الحاجات دي اتلغت يعني، وان كان في بعض الناس شغاله بيها بشكل يعني بسيط. وبعد كده بقى فيه الالكتريك سيستمز اللي هي بتاتشيف اللوجيك، يعني ساعتك عايز تعمل اند او اور او اي لوجيك فانكشن بتعملها باستخدام كارت قد كده، وفي هارد وايرنج بيتم بين الاثنين انبوتس بتاعتك. طبعا كانت مشاكلها كتير، لازم تعمل سوفت هارد واير بريدج. المهم بعد كده دخلنا الالكترونيك بروجرامبل اي سيستمز زي البي ال سي، لغايه ما وصلنا بقى للوضع الحالي اللي احنا فيه. طبعا الكوست مهمه جدا، عشان برضو نتخيل اللي هينزل عندنا في اسكندريه مثلا. ايام ما كنا بننزل يعني قبل الحظ، كان في شارع اسمه سبع بنات بيبيعوا فيه حاجات اندستريال، يعني لو انت نزلت السبع بنات ده ممكن تشتري بي ال سي اس 7200 مثلا استعمال، ممكن تاخده ب 2000 جنيه 3000 جنيه لو انت عندك بروجكت عايز تعمله. طبعا الكلام ده مش هتلاقيه خالص في الحاجات التانية بتاعتنا. في الدي سي اس مثلا كارتة الاي او عندك ممكن توصل 5000 دولار، عشان بس تتخيلوا الفرق.
ده في الدي سي اس. الكنترولر ممكن يعدل $20,000، ارقام خياليه يعني. فالكوست ده على حسب الاندستري. لو انت مثلا عندك مصنع بسكوت، فمصنع بسكوت اكيد لازم تجيب له كنترول سيستم يتناسب مع القيمه يعني تكلفه المشروع في نفس الوقت القيمه التسويقيه اللي انت بتبيع بيها. في الاخر الموضوع فيه بالانسنج يعني. وصلت الفكره؟ فدخل عندي حته الايكونومكس بشكل ايه، بشكل مهم يعني. واخر حاجه بقى التكنيكال سبورت. التكنيكال سبورت دي من الحاجات المهمه، كلنا بندور عليها حتى في حياتنا اليوميه. دلوقتي انت لما تروح تشتري موبايل جديد، ايه اول حاجه تسال عليها؟ اتفضل احمد. البروسيسور والامكانيات بتاعته ولا التوكيل؟ عشان لو باظ. بعد ما تبص على التكنيكال سبيسيفيكيشن كل حاجه، مش لازم انت من جواك تكون مطمن ان لو حصل عندك مشكله معينه هتلاقي حاجه حد يقدر يصلح لك المشكله دي لو استعصت عليك ولا غلطان. يكون عندك ضمان، صح ولا لا؟ مش انت دافع فلوس ولا مش دافع؟ ايوه صح. فحته التكنيكال سبورت مهم عندي، صح؟ فتخيل ان انت بقى مش دافع، ده انت شاري سيستم بملايين الدولارات، لازم يكون الفندور بيقدر يعمل لك تكنيكال سبورت سريع وبشكل افكتيف، بحيث ان طبعا انت مفروض دورك انك بتحل الايشوز دي، بس في ساعات بتبقى في مشاكل محتاجه الفندور نفسه يعني. فدلوقتي الموضوع ده بينفذوه اونلاين يعني. ساعتك مثلا لو انت عندك بي ال سي سيمنز بي سي اس 7 مثلا، بتعمل كونتراكت مع سيمنز ان انت بتعمل عقد سنوي كده بمبلغ، بان انت من خلال الانترنت سيمنز بتكونكت على السيستم بتاعك طول الوقت اونلاين، ولو في ايشوز معينه بتصلحها لك، عامله لك زي كونتينوس سبورت يعني. ده افيلبل طبعا دلوقتي، في شركات كتير بتعمله ثرو جيت واي يعني من خلال الانترنت. فده نوع من انواع التكنيكال سبورت القويه اللي بتخليك تحس ان لا انت معاك كنترول سيستم كويس. فالحته دي برضو ايه من الحاجات اللي بنبص لها. تمام. طيب في حد عنده سؤال يا جماعه ولا الدنيا ماشيه معاكم؟ يبقى تمام. بس مهندس السيشن راح يكون كمان 3 دقائق ترد تفصل، فيعني عشان ما يكون لا لا ماشي، هنخش تاني مفيش مشكله يعني. كل ما كل ما يفصل هنخش مثلا. امرك مهندس. تمام. يبقى كنترول سيستم بتاعي ممكن يبقى نيوماتيك الكتريك الكترونيك بروجرامبل الكترونيك. كنترول سيستم بتاعي ممكن يبقى بيزك بروسيس كنترول زي الدي سي اس والبي ال سي، ممكن يبقى سيفتي انسترومنتد سيستم، ممكن يبقى كومبايند. فبالنسبه لي ده مثلا شكل النيوماتيك سيستم، كان الترانسميتر بتاعي بيقيس مثلا ده ليفل ترانسميتر. ليفل ترانسميتر ده بيقيس الليفل باستخدام حاجه اسمها بوينسي فورس، قوه الطف اللي هي بتعتمد على قاعده ارشميدس. هنشوف جزء عنها في الليفل يعني. فبالتالي بتطلع اوتبوت من الاخر كورسبوندنج للليفل. المفروض ان انا باخد الكتريك سيجنال في الطبيعي، لا ده بيطلع نيوماتيك يعني ضغط هواء. كل ما ضغط الهواء يتغير كل ما الليفل يتغير، وبقدر اعمل ترانسميشن للسيجنال بتاعتي في خلال مثلا حاجه زي الهوسز خراطيم او تيوبنج، بحيث ان انا انقلها للنيوماتيك كنترول سيستم. حاجه يعني انتهت الحمد لله يعني. تمام. وفي ده حاجه اسمها بوزيشنر. البوزيشنر اللي انت شايفينه ده بستخدمه ككنترولر على الكنترول فالف اللي هو قدامنا ده. كنترول فالف زي ما انتم شايفين بيبقى فيه جزء من تحت، ده الفالف بادي بيبقى ليه فلانشتين كده، ده اللي بيبقى راكب على الخط عندي، وده الجزء اسمه اكتويتور المشغل بتاعه. وهنا بيبقى عندي حاجه اسمها ستيم مع الفتح والقفل في العمود ده، هنا بيحصل فتح وقفل واقدر ازود الفلو او اقلل الفلو ببساطه يعني. تمام. فالبوزيشنر ده بيركب على الكنترول فالف عشان يعمل حاجه اسمها موشن كنترول، يتحكم في الستيم والبوزيشن بتاعه بشكل ايه بريسايز. تمام. طبعا ده البي ال سي بتاعي بروجرام لوجيك كنترولر. ادي الترانسميتر ده مثلا نوز ماونت من الشركه، ده بريشر ترانسميتر مثلا، ده بيقدر يقيس البريشر بتاعي على حسب الرينج اللي انا معايره عليه، ويبعت لي انفورميشن بس انفورميشن الكتريك بقى من 24 ملي امبير سيجنال مثلا. ده رايت البريشر في حياتي يا جماعه، انالوج ولا ديجيتال؟ مين هيقول انالوج؟ انالوج. تمام. انبوت ولا اوتبوت؟ اوتبوت. انبوت للبي ال سي. حد قال اوتبوت؟
هي انبوت. ليه؟ لان انا زي ما اتفقنا الانبوت والاوتبوت بتعرفه من الدايركشن بتاع البي ال سي، فانبوت لان انا بدخل له البي ال سي عشان دي انفورميشن داخله له، صح ولا لا؟ فهنا ده هتلاقيه متعرف ان هو اي اي انالوج انبوت، فهتلاقي ان في حاجه اسمها اي اي كارد انالوج انبوت كارد. كارد دي مقصود بيها ان انا عندي مجموعه من الكروت زي ما انتم شايفين كده، كل كارته فيها نوع من انواع السيجنال. تلاقي انالوج انبوت كارد، كارد دي فيها مجموعه من التشانل. تشانل ده مقصود بيه ان الترانسميتر اللي قدامك ده هو وان تشانل، صح، وان سيجنال، فبيتوصل على تشانل 1 مثلا، وترانسميتر تاني بيتوصل على تشانل 2 وهكذا. فالكارتة دي ممكن يبقى فيها 8 تشانل، ممكن يبقى 16 تشانل، ممكن يبقى 32 تشانل، على حسب النوع بتاعه، على حسب الايه السايز بتاعه. فاقدر ببساطه اوصل مجموعه من الاشارات في الكارتة، واقدر ازود عدد الكروت عشان ازود عدد الاشارات على حسب التوتال نمبر اوف تشانلز عندي او السيجنلز الموجوده عندي. تمام كده؟ فكده البرزنتيشن ظهر لكم كده يا جماعه؟ تمام كده يا باشمهندس. تمام. طيب هنيجي بقى لحته السنسورز والترانسديوسر. ليا سؤال يا مهندس لو ممكن اجابه. اتفضل اتفضل اتفضل، تحت امرك، اتفضل. شكرا. لدي معلومه تقول ان السنسور مثلا بتاع الحراره لما يكون تغير في درجه الحراره فان السنسور بطيء في ارسال الاشاره للبي ال سي مقارنه بزمن سكان سايكل للبي ال سي. من المفروض انك انت قلت عكس ما عكس هذه المعلومه. تمام. يبقى هنا سنسور قدر ان هو يقيس الفيزيكال كوانتيتي اللي حضرتك عايز تقيسها، تمام، وحول الفيزيكال كوانتيتي للالكتريك كوانتيتي، صح؟ يعني مثلا لو احنا بنتكلم على ثيرموكابل حولها الملي فولت، صح ولا لا؟ صح. طيب الفكره كلها في ان البي ال سي او الدي سي اس ليه ستاندرد سيجنال، يعني لازم كل الاشارات الانالوج فيه، لان دي طبعا اشاره انالوج، لازم تخش له في صوره من 4 ل 20 ملي امبير. ال 4 ملي امبير ده هو المينيمم، اللي هو مثلا انت مبرمج القرايه دي من 0 ل 100 درجه، يبقى لما يقيس درجه حراره 0 هيبعت للبي ال سي 4 ملي امبير، لما يقيس 100 درجه هيبعت للبي ال سي كام؟ 20 ملي امبير. تمام. هنا السنسور نفسه الاوتبوت بتاعه مش بيبقى ال 4 ل 20 ملي امبير دي على طول، بيبقى ملي فولت، بيبقى مقاومه، فلازم اركب حاجه اسمها ترانسميتر بياخد بقى الملي فولت او المقاومه دي يحولها للستاندرد سيجنال بتاعتي. تمام. ممكن اوصل اشاره السنسور على طول بالبي ال سي، يعني مثلا في بعض الكروت في البي ال سي بس دي بتبقى سبيشال بتاخد على طول ثيرموكابل، بتاخد على طول على ار تي دي. ده لو انت ده قصدك يعني، صح؟ بس مهندس اظن انه هو قصده عن التايم سيكونس بين السنسور والبي ال سي. ده بيز ده على السكان تايم بتاع التشانل دي، يعني انت عامل الانالوج انبوت التشانل دي محدد لها سكان تايم معين، هي كل 250 ملي سكند مثلا او 500 ملي سكند بتعمل ابديت، بتغير الاري اللي فيها، وصلت؟ فبتعمل موديفيكيشن للفاليو دي جوه الداتا بيز بتاعت البي ال سي. دي حاجه كنترولبل. يعني هاي بتكون ستاندرد ولا بتختلف من بي ال سي لبي ال سي؟ لا، بتختلف من بي ال سي لبي ال سي، وبتختلف على حسب انت بتقيس ايه. يعني مثلا الحراره بطبيعتها التغير فيها بطيء، مفيش حراره في الدنيا بتطلع 20 درجه مره واحده، بتبقى جراديوال، فانت مش محتاج ان انت تسكنها كل 250 ملي سكند، بالنسبه لك 1 سكند انف، فانت ممكن تلعب في الحته دي. فهمت قصدي؟ على حسب انت بتقيس ايه. لكن البريشر مثلا لا، التغيير فيه سريع، فانت محتاج السكان تايم بتاعه يبقى سريع، سريع يعني قليل يعني. وصلت؟ انا تمام بالنسبه، بس ما بعرف بالنسبه للمهندس. تمام سيسا. تمام يا هندسه، تمام، شكرا. تمام، عفوا. طيب يبقى السنسور، تعريف السنسور هو الديفايس اللي الكاركترستكس بتتغير بطريقه لما يتعرض للاستيمولس. استيمولس هنا مقصود بيها ايه؟ الميجرند عندي، يعني فلو. لما بحط السنسور ده، السنسور ده كل ما الفلو بيتغير كل ما الاشاره بتاعت السنسور الاوتبوت بتاع السنسور بيتغير. وزي ما هنشوف في الفلو، هناخد كده جزء في الميجرمنت سريع، ان انا عندي حاجه اسمها الكتروماجنتيك فلوميتر. ببساطه ان لما الفلو بيزيد المجال المغناطيسي اللي حوالين الفلو ده بيتغير، فبيغير حاجه اسمها الاي ام اف لو تفتكروها، القوه الدافعه الكهربيه. الاي ام اف دي عباره عن فولتج، فكل ما الفلو عندي يتغير كل ما الفولتج ده يتغير، فكده بقى اسمه سنسور. لكن فعليا الفولتج ده انا مش هينفع ابعته للبي ال سي او الدي سي اس بتاعي، لازم يبقى في جزء الكترونيك بياخد بقى الفولتج ده
يحوله للملي امبير اللي انا الستاندر اللي انا كنت لسه بقول عليه. تمام. ترانسديوسر بقى هو ديفايس بيكونفيرت من وان انرجي فورم لانرجي فورم تاني. ازاي بقى؟ يعني دلوقتي البلوك دياجرام اللي عندي اهو، الانبوت بالنسبه لي ده هو ايه يا جماعه؟ الانبوت ده بالنسبه لي هو الكوانتيتي اللي انا بقيسها. تمام. دي مثلا الحراره، الحراره دي بتخش للسنسور، فالسنسور بيعمل ايه؟ السنسور يحول الحراره لملي فولت، صح؟ بس الملي فولت هنا اللي طالع، اولا ملي فولت سيجنال هي اشاره صغيره ضعيفه، فلازم اعمل لها امبليفيكيشن عشان اقدر اعمل لها ترانسميشن. امبليفيكيشن تمام، صح. ولازم اعمل لها كمان سيجنال كونديشننج سيركت، بحيث ان انا مثلا في بعض الترانسميترز او بعض الترانسديوسرز محتاج ان انا اخد الانفورميشن دي بشكل ديجيتال بيت، فلازم اعمل ايه؟ انالوج تو ديجيتال كونفرت. صوت قطع. صوت راح. الترانسفورميشن بتاعها الاخر بطلع منه الانفورميشن اوتبوت. الاوتبوت ده هو ده اللي ببعته للايه؟ للسيستم عندي. طبعا الترانسديوسر دي بتشمل الارنجمنت ده كله. بس حقيقه انا ممكن يعني استعوض عن كلمه ترانسديوسر بالترانسميتر، لان الترانسميتر بيعمل نفس الوظيفه، لان هو بيبقى جواه الكترونيك كارد، كل كارد فيهم ليها فانكشن، كارد مثلا للسيجنال كونديشننج والفلترنج، وكارد تانية بتعمل بقى الكونفرجن ده من الفولت للملي امبير. لو في جزء الكترونيك او جزء سمارت زي مايكرو بروسيسور بيز، يبقى في جزء مايكرو بروسيسور ومعاه ميموري. تمام. السيجنال اللي طالعه دي 24 ملي امبير. طبعا في حاجه برضو، كل الشغل عندي في الانسترومنتيشن اذا دي سي سيجنال. يعني ايه دي سي سيجنال؟ يعني السبلاي اللي انا بديه للانسترومنت سواء كان كنترول فالف كبوزيشنر بتاعه او الترانسميتر هو 24 فولت. تمام. ال 24 فولت الدي سي دول تو ويرز ماشيين عندي لغايه الجهاز، وبيعمل ايه؟ بيجنريت ملي امبير على حسب القرايه اللي هو قراها، ويقدر يرجعها لنفس السلكتين، لان هي في الاخر كلوزد لوب ولا لا؟ تو وايرز ماشيين من ناحيه السيستم لغايه الفيلد. تمام. فبالتالي انا بدي له 24 فولت عشان اعمل له باورنج اب، وعلى اساس القيمه اللي هو بيقيسها بيرجع لي ملي امبير بيتغير على حسب الميجرمنت. وصلت كده؟ وصلت ولا لا؟ طب مهندس، يعني حتى تكون واضحه الصوره، يعني السنسور راح يكون هو بقيس، بحول من فيزيكال كوانتيتي لالكتريكال كوانتيتي، بغض النظر شو هي، ممكن فولتج، ممكن ريزيستنس، ممكن امبير. والترانسديوسر راح يحول هاي الالكتريكال فاليو لملي امبير فاليو. بالضبط، اللي هي المينينغفول انفورميشن. مظبوط. يس. طيب والترانسميتر اللي هو راح يحول الملي امبير هاي ينقلها للبي ال سي او مظبوط. بس دلوقتي حقيقه مظبوط، بس دلوقتي كلمه ترانسديوسر ما بقتش بتستخدم في الفيلد بتاعنا، استبدلوها بترانسميتر. بقى ترانسميتر هو اللي بيحول وهو اللي بينقل كمان. وصلت. فانت لما بتيجي تتعامل مع ترانسميتر، انت بتقول فلو ترانسميتر. فلو ترانسميتر ده انسترومنت على بعضه، في جزء سنسور وجزء الكترونيك، بس كله على بعضه اسمه ايه؟ فلو ترانسميتر. هو ده المور بروفيشنال واي. يعني فكلمه يعني ترانسميتر بيشمل هو شامل الترانسديوسر والسنسور. بالظبط، في كل الكومبوننتس اللي بتاتشيف ايه؟ الميجرمنت والترانسميشن كمان. تمام. 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 طيب الترانسديوسر بقى ممكن تبقى الكتريكال ترانسديوسر وممكن تبقى ميكانيكال ترانسديوسر. الكتريكال ترانسديوسر زي ايه؟ زي السنسور اللي احنا شفناه، اللي هو بياخد فيزيكال كوانتيتي ويحولها للالكتريكال اوتبوت، صح؟ الالكتريكال اوتبوت سيجنال دي بتبقى فولتج او كارنت، صح؟ وفي بعض الاحيان بتبقى حاجه اسمها باسيف اليمنت. يعني ايه باسيف اليمنت يا جماعه؟ ار ال سي، ريزيستنس، اندكتنس، كاباستر. تمام. الار ال سي دي انا ما اقدرش اخد الفاليو بتاعتها اعملها ترانسميشن، لازم ادخلها على دايره ثانيه. تمام. الدايره الثانيه دي وظيفتها ان هي تحول الار ال سي ايا كان فيهم لفولتج او كارنت. تمام. وبعد كده الفولتج او الكارنت اخده اظبطه على قيمه ال 24 ملي امبير اللي انا عايزه. ده كده الكتريكال. طيب الميكانيكال بقى دلوقتي الاكتويتر. بالظبط. انا مش انا اتفقنا ان الكنترول فالف ده اذا ميكانيكال ارينجمنت، يعني في الاخر هو حاجه ميكانيكيه راكبه فعليا عندي على الخط،
الاشاره اللي طالعه انالوج اوتبوت من عندي زي ما اتفقنا ان انا مطلع اوبننج معينه من 0 ل 100%. الاوبننج دي عشان يفهمها الفالف بادي اللي هو الميكانيكال لازم يكون راكب عليه حاجه بتحول من الكتريكال سيجنال 24 ملي امبير لحاجه ميكانيكال، وليكن ضغط مثلا، ضغط هواء، ضغط زيت. فساعتها اللي هيستجيب للضغط ده حاجه اسمها الاكتويتر اللي هو المشغل بتاع البلف اللي هو بيدي العزم الكافي ان البلف يتحرك. تمام تمام تمام. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الترانسديوسر بقى بيبقى عندي اكتيف وباسيف ترانسديوسر، برايمري وسكندري ترانسديوسرز، انالوج وديجيتال ترانسديوسرز، وترانسديوسر وانفرس ترانسديوسر. تمام. طيب نشوف بقى واحده واحده. اكتيف ترانسديوسر ده يا جماعه مقصود بيه الترانسديوسر اللي بيعمل جنريشن للالكتريكال اوتبوت من غير ما يكون محتاج اكسترنال باور سبلاي. زي ايه؟ زي ال ال ار ال لا ار تي دي ار تي دي سوري ار تي دي ثيرموكابل. لا الثيرموكابل ليه؟ الار تي دي مش بتطلع سعادتك مقاومه. المقاومه دي عشان تستخدمها لازم تدخل المقاومه دي على سيركت زي الويتستون بريدج مثلا، صح؟ وتديها فولت اكسايتيشن وتاخد منها اوتبوت، صح؟ مظبوط مظبوط. بقى عندك دايره ثانيه، فالسنسور بتاعك ما اقدرش اخد الاريه بتاعته ادخلها على طول على الترانسميتر، صح ولا لا؟ لازم اعمل عليها شويه بروسيسنج ولا لا؟ فبالتالي مظبوط. الترانسديوسرز هي الاكتيف، هي اللي مش محتاجه اكسترنال باور سبلاي وسيلف جنريشن زي السولار سيل. ما انت السولار سيل لما بتعرضها للضوء اللي بيحصل بتقدر تاخد منها الفولت دايركت، صح ولا لا؟ نفس القصه الثيرموكابل. الثيرموكابل انت من غير ما تدي له اي باور، لو انت سخنت على طرف اي ثيرموكابل، الثيرموكابل ببساطه هو جانكشن، جانكشن من تو ديفرنت ميتالز، معدنين مختلفين وبينهم جانكشن، في نقطه عند نقطه القياس في مظبوط. نقطه حمى بينهم، لو سخنت عليها هتلاقي بتولد على الاطراف ملي فولت. كل ما تسخن اكتر كل ما الملي فولت ده بيزيد على حسب نوع السبيكتين او المعدنين دول. فكده مفيش اكسترنال باور سبلاي، انت كده مش حاقن اي باور سبلاي لسه، صح؟ لكن الباسيف بقى ترانسديوسر هو اللي بيحتاج باور سبلاي عشان يجنريت الايه الاوتبوت بتاعه. زي ما قلت لو انا في الباسيف بديمنت على الار ال سي، الار ال سي ريزيستنس والاندكتنس والكاباسيتنس، لازم دايره ثانيه، والدايره الثانيه دي محتاجه اكسترنال باور سبلاي عشان تطلع لي الاوتبوت بتاعي مثلا وليكن فولت. طيب في نوع تاني اللي هو البرايمري والسكندري. برايمري والسكندري مقصود بيه ان انا في البرايمري انا بطلع الالكتريكال اوتبوت عندي في وان ستيب، لكن في السكندري انا محتاج اعمل ديتكشن الاول واطلع فيزيكال كوانتيتي ثانيه، ومن الفيزيكال كوانتيتي دي ادخلها على السكندري ترانسديوسر اطلع الايه الاوتبوت فولتج. طبعا الكلاسيفيكيشن دي بيزد على اللي هو الكتب اللي هي الخاصه بالميجرمنت انسترومنتيشن، يعني اقرب حاجه ممكن تكون في الدراسه زي ما قلت لكم كتب الميجرمنت يعني. تمام، لان هي فيها جزء بسيط بيتعرض للانسترومنتيشن، بس ما فيش كورس في الكليه اسمه انسترومنتيشن. تمام. طيب في بقى الترانسديوسر والانفرس ترانسديوسر. دلوقتي الميكروفون اللي انا بكلمكم منه ده بيحول الميكانيكال ويف بتاعتي اللي هي الصوت، صح، بيحولها للالكتريكال سيجنال، صح ولا لا؟ فكده بقى بيعمل وظيفه معينه، والسبيكر المفروض بتعمل عكس الوظيفه دي، صح ولا لا؟ بالظبط. اه بنفس الفكره، يبقى زي بالظبط البايزو الكتريك اللي هي بيسموها كريستال اوسيليتور. في ترانسديوسر كده بيستخدمه في الديتكشن بتاع الالتراسونيك. الالتراسونيك اللي هي الموجات الفوق الصوتيه، السونيك ويف موجات الصوت هي ميكانيكال ويف زي ما قلنا. فالترانسديوسر ده بيبقى بيلت ان كده يقدر يحس بالموجات الالتراسونيك، لان في جزء بايزو الكتريك بيحول الميكانيكال فايبريشن دي لفولت، وبيجنريت الالتراسونيك انه بيدي الكريستال دي فولتج، والكريستال دي بتوسيليت تجنريت ميكانيكال ويفز. فكده بقى اسمه ترانسديوسر وانفرس ترانسديوسر. تمام، على حسب الفانكشن بتاعته يعني. طيب يبقى بعرف البرايمري سنسنج اليمنت ان ده الديفايس اللي بيسنس البروسيس فاريبل، وبيقدر يعمل لها ترانسليشن للسنسد كوانتيتي لغايه انالوج ريبريزنتيشن زي الالكتريك فولتج كارنت ريزيستنس وهكذا.
من ضمن الامثله بتاع البرايمري سنسنج اليمنت اللي هو السنسور يعني الثيرموكابل الثيرمستور بوردن تيوب مايكروفون بوتنشيومتر الكتروميكانيكال سيل واكسلروميتر. تمام. الترانسميتر بقى بوظيفته انه بيترانسليت السيجنال اللي هي السنسور جنريتها لانتو ستاندرايزد انسترومنتيشن سيجنال. زي زمان كان في 3.15 بي اس اي نيوماتيك وال24 ملي امبير الكتريك كارنت اللي انا بستخدمها وفي ستاندرد ثانيه زي الفيلد باس ديجيتال سيجنال باكيت اتسترا. وبعد كده ممكن اوديها بقى الانديكيتور ممكن اوديها الكنترولر كنترولنج ديفايس او للاثنين. تمام. طيب في عندي في البروسيس بقدر اتحكم في كتير من الفيزيكال كوانتيتيز والفيزيكال كوانتيتيز دي بتبقى مهمه بالنسبه لي ومن ضمنها التمبريتشر والبريشر والليفل والفلو وفي كوانتيتيز ثانيه زي ما قلنا الفايبريشن والسبيد والايه والانالايزرز. تمام. احنا ان شاء الله المحاضره الجايه هناخد فكره كده عن الميجرمنتس بس هنكمل فيها بقى السمارت ترانسميترز ناخد فكره عن البلوك دياجرام بتاعها وندي فكره كده عن مجموعه من النظريات العمل القياس سريعا لان الموضوع طبعا طويل ومش هنخلص منه يعني. فاهم حاجه يعني تكون الدنيا ايه لغايه دلوقتي ماشيه معاكم كويس يعني ولا فصلته؟ ممتاز ممتاز جدا مهندس سلم ايديك. طيب احنا ممكن يعني لو انت حابين نقف هنا وممكن ان شاء الله نكمل المحاضره الجايه. انا عارف ان الساعه داخله على 12 برضو الناس بدات تفصل. تمام. ويبقى ميعادنا الجاي ان شاء الله نكمل فيه الجزء اللي فاضل لنا هنا ونخش بقى في الجزء بتاع البروسيس ميجرمنت. تمام كده. وهنبعت لكم على الواتساب ان شاء الله الميعاد الجاي باذن الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه مهندس. الله يكرمك. بشكرك شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه مهندس. الله يكرمك ونشوفك على خير بقى ان شاء الله المره الجايه. الله يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا.